المشروع عبارة عن محرك نفاذ صغير مشابه للمحركات الموجودة بالطائرات والصواريخ، ويتميز بتصميمها البسيط. الحركات النفاذة هي عبارة عن طاقة دفع حركية ناتجة عن احتراق الغازات. تم صنع المشروع بتكلفة قليلة ويتحمل درجات حرارة عالية وسهل التشغيل. استغرق انتاج فكرة عمل المشروع مدة زمنية تبلغ سنتين ما بين مرحلة البحث وتنفيذ نموذج مصغر للمشروع للتأكد من آلية العمل. يتكون المشروع من عدة أجزاء، من مضخة هواء وغرفة احتراق ودائرتين كهربائيتين، الأولى للتحكم بالمضخة والثانية للتحكم بالاشتعال، بالإضافة إلى اسطوانة غاز وبطاريات يتم شحنها عن طريق الألواح الشمسية. يمكن تطوير هذا النموذج المتصغر على مراحل متعددة ليكون منتج نهائي متاح في السوق بكفاءة أفضل. هذه المحركات شديدة الخطورة ويجب التعامل معها بحذر في حال حدوث أي خطأ ينتج عنه أضرار جسيمة.